أبرز المستجدات الإخبارية من تان، وهذه تحية طيبة لكم أينما كنتم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقف مصر الثابت بضرورة الحفاظ على الوضعية التاريخية والقانونية للقدس في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة. وخلال لقائه نظيره الفلسطيني محمود عباس، شدد السيسي على استمرار مصر في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وقدم عباس عرضا مفصلا لكافة الجهود والمساعي الفلسطينية فيما يخص القضية ومحاولات استئناف عملية السلام. وأوضح أن القرار الأمريكي الأخير جاء مفاجئا رغم كل ما أظهرته السلطة الفلسطينية من مرونة. ووفقا لبيان رئاسي، فقد أكد الجانبان على أهمية تضافر الجهود الدولية للحفاظ على فرص التوصل إلى تسوية نهائية للقضية الفلسطينية والمضي قدما في عملية المصالحة الفلسطينية كخيار استراتيجي لا غنى عنها، خاصة في الوقت الراهن، بما يمكن الفلسطينيين من الوقوف صفا واحدا للتعامل مع ما يواجهونه من تحديات. وصل الفريق أول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا في مستهل زيارته الرسمية التي تستغرق أياما عدة، بدعوة من وزير الدفاع القبرصي كريستوفوروس فوكايتس. ومن المنتظر أن يجري القائد العام مباحثات عدة مع كبار المسؤولين في الدولة والقوات المسلحة القبرصية بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات. نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي مؤتمرا صحفيا عالميا للإعلان عن تنظيم المعرض المصري الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية، والتي ستجرى فعالياته خلال المدة من 3 إلى 5 ديسمبر 2018 بمركز مصر للمعارض الدولية بمشاركة كبرى العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية الأمنية. يعد هذا الحدث الأول من نوعه في مصر والقارة الأفريقية، والذي سيتضمن معروضات من أحدث المنظومات العالمية في مجال التسليح والتقنيات المرتبطة بها. بدوره أكد الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي اهتمام القيادة السياسية ودعمها للمعرض ليكون حدثا عالميا بارزا بين المعارض والمؤتمرات العالمية المماثلة. شهد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وشركة مصر لتقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية E-Serv. وبموجب هذا البروتوكول سيتم الاستفادة من خبرات طرفية في إحداث التكامل بين منصة تبادل الخدمات الحكومية الإلكترونية وبوابة تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومية. من جهتها، أكدت وزيرة التخطيط هلا سعيد أن البروتوكول يأتي تنفيذا للسياسات العامة للدولة المصرية التي تستهدف تقديم خدمات حكومية إلكترونية متطورة ومتكاملة لخدمة المجتمع وعناصره المختلفة. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم إلى اسطنبول للمشاركة في أعمال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي التي تقرر عقدها بشكل عاجل للتعامل مع تبعات القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن شكري سيستعرض خلال القمة الموقف المصري الرافض للقرار ولأية آثار مترتبة عليه، ومحصلة الاتصالات التي قامت بها مصر للحد من التبعات السلبية لهذا القرار، وآخرها القمة المصرية الفلسطينية التي عقدت بالأمس بين الرئيس السيسي وأبو مازن. يترأس الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اليوم الجلسة الطارئة التي دعا إليها لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف لمناقشة تداعيات القرار الأمريكي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية لها. وبدأت مشيخة الأزهر الشريف الاجتماعات النهائية بحضور عدد من الخبراء للتحضير للمؤتمر العالمي لنصرة القدس الذي أعلن شيخ الأزهر الدعوة إليه عاجلا للتأكيد على رفض القرارات الأمريكية الباطلة بحق القدس المحتلة وبحث اتخاذ خطوات عملية لدعم الهوية العربية والفلسطينية للمدينة المقدسة. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها بحق الفلسطينيين بعد دخول الانتفاضة يومها السادس
عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لإسرائيل. وقالت مصادر فلسطينية إن مواجهات اندلعت في مخيم العروب وبلدة سعير في الخليل أطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع، كما اعتقلت طلابا فلسطينيين قرب المسجد الإبراهيمي، فيما جرت اشتباكات في المدخل الشمالي لبيت لحم وفي مفرق بيت عينون. على صعيد متصل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة، في الوقت الذي دهمت فيه قوات الاحتلال بلدة سلواد شرق رام الله وصادرت أجهزة تسجيل كاميرات من المحال التجارية. أفادت تقارير بأن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أبلغ الوفد السوري المعارض في جنيف بأن تبديل النظام السوري يتم عبر الدستور أو الانتخابات، مطالبا الوفد بقبول مناقشة سلة الدستور فقط. ووفقا للتقارير، فقد كشف دي ميستورا للمعارضة أنها لا تمتلك أي دعم دولي حتى الآن، لافتا إلى أن وفد الحكومة السورية رفض مناقشة مصير الرئيس بشار الأسد. نقلت التقارير عن دي ميستورا إبلاغه المعارضة أن فشل جنيف يعني استبداله بمؤتمر سوتشي. في المقابل، أعلنت المعارضة تمسكها بمسار جنيف كقاعدة أساسية لحل الأزمة في البلاد. فككت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية في موسكو خلية ضمت منحدرين من آسيا الوسطى خططت لتنفيذ عمليات إرهابية في فترة أعياد رأس السنة وحملة الانتخابات الرئاسية الروسية. وأوضح مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتينكوف خلال اجتماع لجنة مكافحة الإرهاب أنه تم العثور على أجهزة متفجرة ذاتية الصنع وأسلحة نارية وذخائر، وتم تدمير مختبر لتصنيع مواد إرهابية، إضافة إلى إحباط 18 عملية إرهابية ضخمة في روسيا خلال عام 2017، مؤكدا القضاء على 78 إرهابيا والقبض على أكثر من 1000 آخرين. وأشار بارتينيكوف إلى أن الجهاز كشف أيضا خلال العام الجاري نشاط 56 خلية إرهابية، مؤكدا أن عودة المسلحين إلى روسيا بعد تحرير سوريا من الإرهابيين تمثل خطرا حقيقيا. الموجز انتهى، نشكر لكم حسن متابعتكم وإلى الملتقى.